بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم، ما حصلش حاجة، أنا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. بصراحه يا مو انت زودتها قوي، وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش هحاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي، صعبت علي. ما خلاص بقى يا عيال، وبعدين هو كان سكران والخمره بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مأربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اغتصبتيه؟ لا يا بت، ده هو كان ألماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعة قتبان. انت هتحدي عليا؟ انت ازاي متجوزة بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبة أقول. لما نرجع أنا لازم أقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل إيه؟ على فكرة بقى، إحنا لازم نبطل خمرة وش. قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان أتأكد إن أنت مش زعلان. هو أنا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكلة، بس بقول لك إيه؟ ما عندكش بودرة؟ في كل حاجة يا معلم، يلا. أخي وكيسك ربنا. سيف، الكابتن مو صلح لك عربيتك وحطت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه يا سيف، انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره، افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليكي مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على ما فيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبلة يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه،
يعني بتلاقيت بقى في الشغل وحياتي وكده. من اللي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عاشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده. بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجة بطلبها ما بتجيش، محدش بيقولي لا على أي حاجة. انت عارفة يا شيرين انه أنا كمان ما عنديش أصحاب، أنا كل أصحابي بيستغلوني وأنا عارفة كده. عشان كده كنت دايما بقول انه أكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه ثانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت. وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكم يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. تعرفها. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا حضنكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه ان اللي الغردقه والعرق مع الفزون بيبقى صعب. وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفزون، بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعة أنا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي أنا آسف، أنا ما كنتش أقصد. ممكن ما تعيطيش؟ أنت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف أنا من ساعة ما بابي اتسجن وأنا بحس إن أنا ضايعة ومفيش حد جنبي، لأن بابي كان دايماً بيحسسني إن كل حاجة تمام. زيك كده يا سيف، من ساعة ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت أحس إن كل حاجة تمام. وأنا المفروض أقول إيه دلوقتي؟ قول اللي أنت عايزه، أعمل اللي أنت عايزه، لو عايز تمشي امشي أنا مش هزعل. أنت تعبت معايا جداً وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي، هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص.
طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفزون ده كان عاجبك دلوقتي انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خلي بقى يكمل اليوم عادي الفزون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح راجل كده. خالته صباح، انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مومه تاجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم بس انا هعزمكم. ها؟